الزمان يعود، الزمان يعود يوما والحياة القديمة. أركب هذا اليوم أول مرة أركب الطيارة. جود السالفة يعدها تقول قصيدة. ويوم ركبت الطيارة. عليت. وين أعلمك؟ بسكوت. وهي تشلع الطيارة رايح من مطار القصيم للرياض. لا لا. أو كل قصيم الرياض جاي طيارة. إيه جاي طيارة هالأيام. كنت عندي شغلتهم ضرورية لازم يعني أقى شيء ساعة هنا في الرياض. حلو. المهم أركب الطيارة وساعة طارت من مطار القصيم وفي جنبي رجال يسولف وتسمع في سالفته وانظر في الطيارة وتسمع وانظر يوم شلع بنا ويوم شلع بنا سلمك الله ولا الجناح يما وعاين ولا والله الطيارة مقاتسدة مشنصة. ايه بيلف تحك جنبها ها بيلف يم طريق الرياض. كنت خيال ابي خيال ابي وانا اضرب بيدي على متن الطياره منه يوم عودت كذا ضربت صدق الشايب اللي جنبك. لا لزمت لزمت ابشرك انك اطقع منها. لا لزمت الدريشه شفت الدرايش اطقع شوف الدرايش اللي في الجهه الفلانيه ذيك. انا صدقتك يا ابو عبد الرحمن روح. وانا ايه وانا المس الدريش اللي هناك يوم عودت الطياره. ايوه ذاك اليوم كنت اتقهوى في الحوش واقول عاجل الحين في الطياره ذيك انا. وساع طال عمرك اقبلنا يوم وانت مرتاح. يوم اقبلنا على الرياض قلت هذا نواف المخلط. يوم اقبلنا على الرياض قال ولا والله الكابتن ياخذ له لفه وانقلابه. مرينا شفنا استاذ الملك فهد ومرينا شفنا ابراج الرياض. احنا كنا حول المطار بعدين يا ود يوم ودانا يوم قبل ما مضيع هذا ايش عنده يا ود. وانا اقوم اروح الطيار احلى الكابتن ما هو الطيار الكابتن الطيار ذا اللي يسوق. قلت يا ولد انت ايش باك تدور على الرياض حول مطار حول. قال يا ولد بشت ما في مكان احول بها. يا ولد قال ما في المدرج مزدحم هذول اللي ها المراقبين الجويين يقولوا لا تحول. قلت عطني الطيارة ومالك الا اللي عصب الراس ويهبطها. عطني الطارة ها سلام. وانا اخذ منه طال عمرك الطارة يقوم واحد من اخوياه يرجع ورا. وانا هبطها فوق المطار. انا جاني هبوط من سفتك هبطها. فوق المطار يا ريجي. جيت سيدة يا قال وين 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 قلت مالك الا اللي يحطها في مكان هنا. ولا طال عمرك ما توقع الا فوق مكتب المدير. فوق مكتب مدير المطار في الرياض. ويوم عينوا الناس مسافرين الطيارة ذي ويش؟ طال عمرك وانا اقوم افتح الباب. قلت يا ريجي الامور بسيطة والمواقف مزدحمة واحنا ريجي عجلي. افتح الباب يحولوا. حولوا هو يشيل الطيارة. هم يحولوا يوم حولوا حنا وشلون يا ريجي نحول منها؟ خلاص لك على الاولى خلاص انا قفل السالفة اختمها شوف لك حل. اخلص ليه زرت منه ونقوا منه ممتاز انت الى الان ممتاز لا تروح وثم تخرب. لا لا صدق يلا سلام. يوم فتحنا الباب قالوا الرجال شلون نحول الحين من مكتب المدير سل حبل لا باراشوت الستره النجاة ذي اللي يحطونها في الطياره ور ولا انا في الصاله كل هالقوه شي باراشوت تشيلها وانت تحذفها. ها لا لا انا ترى شوف ما عندي يعني عندي ما تجي في خصائص عندي خصائص ما اقدر اتجاوزها. انا عدلت الطياره هبطتها انا اعطيك قدراتي اعطيتهم ايش اسمه ذي ستره النجاه لما اختالهم هبل والله انت هذا قصه ما بقصه ذي يا ولد هذه سالفه حصلت لي حياد ليت لي والله معك والله من يوم جاء والله ليت لي معك اذكركم تحسبونها قصه ابو تركي تدري من يوم شفت ولا تدري من يوم شفت الطياره قالت هذا معودت ما جاء على بالي لقيت نواف مخلفي فيها بس يا ولد بس يا ولد علي ايه ايه انا لا طلعنا من هنا بروح انا وايمن وين؟ اوديه شعبان هنا يطيل عمر نقنص وانت مشى وبخليه يشوف يطيل عمر البل ويشوف الاسود اللي عندنا العلوم الغانمة كلها عندنا اسود ترى اسود عواش شايب اسود نفس سويدي هنا هذه حقته هذا اسود خفيف هذه حقت الشباب اللي هنا هذه مشاركة القنص وما القنص واخذ لي هاك اليوم تخبرون القماري اللي تجي دي القماريات و لا لا ممنوع ممنوع ما نقدر نسولف في هذه لا اله الا الله بعلمك لا لا في مزرعه في مزرعه القماري هي تجي طال عمرك وتجينا في مزارع في القصيم لنا
واقوم هكذا. يعني عندكم مزرعه قصير؟ اي. يعني طلعنا ما يحتاج سلاح بيدكم و... يعني طلعنا يعني طلعنا نروح نقرص فيها. ما هي ماني بقرن. يعني طلعنا نروح نقرص فيها. مرحبا مسهلا. اي ترى المقطع بيقول نلقاه. ها؟ نلقى المقطع. ما يحتاج. ايوه. ياخذ من لسانه. ايوه. ايوه. وانا اخذ طال عمرك. ايه وانا اخذ طال عمرك ذي. تخبرون السكتون. العجم العجم ايه علبه الحيدات الصغار ايه والله انكم من جنبه كلكم واخذ طال عمرك وساع شفت ايه اطاقه منهم وساع شفت الطيور وانا اخذ سلة بدون بندق طع 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 والله صايدين ست طراه يوم يقول طع طع ذكرني بالثوم ذاك اللي في العيد عرفته الابيض عرفته ايش طاح ايش طاح طع شلون دريت؟ ثوم انا ذلك تلعب بالثوم ما دام انكم كلكم ما شاء الله قاعد تملخون خلنا نملخ عليكم اسلم يوم من الايام وضعك ايه يوم من الايام طاقه منا الطارق مو بملمس هالسماء بيطلع هذا طاقه منا يوم من الايام لا بالعكس حلوه يا رب خلنا نسولف يا ربي اسلم سالفه صحيح لا تكذبني رجال سم سم